استاذ اشرف علام، بصفتك محامي شهير يعني او يعني شهير بالنسبه لنا وجاي من المانيا. اهلا بحضرتك. واترفعت في المانيا تقريبا كتير. وحضرت النهارده او كنت بتحضر برضو الجلسات من اولها بتاعت الرئيس المخروم محمد حسني مبارك. بالظبط. وبرضو كنت انت ليك نصيب الاسد في منع او القشه الذي تسبب فيها القاضي، صدقني مش هو ده، بمنع البث وحرمان الوطن العربي بل العالم كله اجمع من متابعه هذه القضيه. فارجو من حضرتك بس تفصيل الجلسه بتاعه 7-9 النهارده. يا ريت تحكي لنا تفاصيل ما حدث واهم اللي جذب حضرتك ليها. هو في الواقع للتذكره بس، هو انا لم اكن السبب المباشر، ولكن اللي حصل طبعا للتذكره ان دي كانت مجرد القشه التي قسمت ظهر البعير. تمام. فبالتالي هنرجع للجلسه بتاعت النهارده. في جلسه النهارده الشهود استكمل سؤال الشهود، ولكن طبعا كما جرت العاده منذ جلسه اول امس يوم 5/9 الشهود كلهم غيروا اقوالهم في اتجاهات اصبحت مع الوقت واضحه. في الحقيقه الواحد ممكن يتصور ان في شاهد يغير اقواله، لكن ان كل الشهود يغيروا اقوالهم وكلهم يجرون جريا واحدا، فده يعني ينبئ عن وجود اتفاق وترتيب بوضوح. من والله يعني من لهم مصلحه في هذا الامر. فبالتالي وهيبان يعني من سياق الكلام، وبالتالي وكل لبيب يفهمه بالاشاره، ولكن احنا مش محتاجين اشاره، احنا ممكن نصرح بايه بالحقيقه، لان احنا اثناء ثوره، وهذه محاكمه ثوره شاء البعض ام لم يشأ، وبالتالي الحقيقه لا تخيف في النطق بها. وبالتالي اللي حاصل ان هؤلاء الناس بيسعوا الى تدشين حقيقه جديده، وهي ايه؟ او ترسيخ حقيقه في الوعي العام جديده، وهي ايه؟ ان يبدو ان والله اعلم ان اللي قتل الشهداء او اصابهم جهات اجنبيه او جهه غير معلومه. تمام؟ فبالتالي لا احد من الشهود اصبح بعد ما اثبتوا ذلك في شهادتهم امام التحقيقات الخاصه في النيابه او خلال التحقيقات الخاصه في النيابه، فاصبحوا دلوقتي بقدره قادر ما شافوش قناصه ولا سمعوا عن طلق ناري ولا حتى خرطوش وخبال ساعات اجزاء. فكل ده في اتجاه ينبئ عن ان حاجتين: اتنين، تجهيل الفاعل في جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وفي نفس الوقت الخروج من دائره العمد. ان ايه؟ ما كانش، ولان الخروج من دائره العمد ازاي؟ بان هو ينفي وجود سلاح قاتل بنفسه بطبيعته. تمام. فهو بيتكلم على أسلحة تطلق عيرة مطاطية، تمام، أو رش، ولكن ليس رش بمعنى خرطوش. تمام. في الواقع بتنزلق منهم في بعض الأحيان بعض الكلمات تؤكد عكس ما يقولونه، ولكن يعني لم يوجه إلى أي منهم تهمة الشهادة الزور إلا واحد تم التحفظ عليه، لأن السيد المحامي العام ممثل النيابة في هذه المحاكمة تفضل بتوجيه هذا الاتهام إليه بناء على ما ثبت من أقواله من أنه تعمد تغيير شهادته عما سبق وأدلى به في شهادته أمام النيابة في التحقيقات الخاصة، إلا أن المحكمة أفرجت عنه في نهاية الجلسة. ولكن الأقوى من كده، هو كان يعني يجب أن يتخذ إجراء في قبل هذا المتهم الشاهد، أنا آسف، اللي هو في نفس الوقت محكوم عليه وليس متهم فقط، في قضية إتلاف أدلة هذه القضية بالذات، اللي هو اللواء حسين سعيد محمد موسى، مسؤول الاتصالات عن الأمن المركزي في عموم الجمهورية. هذا الرجل ثبت لدى محكمة الجنح أنه قام بإتلاف أدلة هذه القضية، ثم حكمت عليه المحكمة 2 سنين. في الواقع هو أتلف أدلة كانت ستؤدي إلى إعدام كثيرا من المجرمون الذين سمحوا لأنفسهم بالاشتراك والتحريض على قتل أكثر من 800 شهيد وإصابة أكثر من 6000 شخص تظاهروا أثناء الثورة، وذلك بناء على تعليمات هؤلاء القتلة والمجرمين. فبالتالي السؤال، إذا كان القاضي محتاج
بموجب التزامه بتطبيق قانون العقوبات المصري أن يثبت بالدليل القاطع بما يرسخ في عقيدته، بما لا يدع مجالا للشك أن كل الأفعال المتهم بها هؤلاء المتهمون صدرت عنهم فعلا وأدت إلى هذه النتائج على وجه التحديد. فإذا كانت الأدلة على ذلك تم إتلافها، وإذا كان الشهود كلهم يغيرون أقوالهم فجأة في اتجاه محدد، فلنتساءل عن جدوى هذه المحاكمة. فإذا كانت هذه المحاكمات العادية بنيت على سند من القول أن نحن نحتاجها لاسترداد أموالنا من الخارج، وأصبحنا لا نسمع عن هذه الأموال شيئا، بل أن هناك من الدول التي يوجد بها هذه الأموال صرحت بالفعل أن ما فيش أموال يعني هترجع، بعض الدول زي إنجلترا مثلا، أو معنى أصح يعني قررت هذه الدول أنه بناء على تكرار الأخطاء الإجرائية التي تضمنتها طلبات استرداد الأموال التي أرسلت بالطلبات الجهات المصرية المنوط بها ذلك، فهي بالتالي تتراجع عن السير في إجراءات رد هذه الأموال. فإذا كانت هذه الأموال أصبحت في مهب الريح، فلماذا لا يصدر قرارا سياسيا بإنهاء هذه المهزلة والتوقف عن هذه المحاكمات التي أصبح من الثابت أنها لن تغني ولا تسمن من جوع، ونحاكم هؤلاء القتلة واللصوص أمام محاكم استثنائية تطبق القوانين التي تقتص للوطن ممن تاجروا به وقتلوا فلذات أكباده. طيب أنا بقول بقى حضرتك، يعني الملخص اللي عايزين نطلع به في سير هذه القضية، أنتم كمحامين ماذا ستفعلون في سير الخطوات التي أعلن عنها القاضي اليوم؟ والله هو يعني لازم نفرق بين حاجتين اتنين. في يعني كثيرا من الزملاء او عن حق يعني مستغرقون تماما في الدفاع، بمعنى انه لا يرى الا هذه القضيه امامه ويعني استغرق في تفاصيلها ولا يستطيع ان ينظر خارجها، تمام. ولكن فبالتالي كل المحامون مجتهدون، على الاقل يعني الناشطين منهم في الدفاع مجتهدون ان يمثلوا موكليهم على الوجه الامثل، وبالتالي بيتفاعلوا مع تفاصيل القضيه بالشكل الواجب. ولكن تاني اذكر يجب النظر خارج هذه التفاصيل، لان هذه المحاكمه مبنيه اولا على قاعده اجرائيه مهترئه، لانها للتذكره مره اخرى هؤلاء المتهمون في القضيه 1227 و 4362، هؤلاء المتهمون كلهم شركاء يحكمون انفصالا عن الفاعلين الاصليين، وبالتالي اذا كانت المحكمه تنطلق دائما، محكمه الجنايه تنطلق دائما من البراءه النسبيه والادانه النسبيه، فاذا في حاله البراءه لن يكون هناك مشكله، ولكن في حاله الادانه هيكون هناك مشكله، لانك يجب في حاله الادانه وهؤلاء المتهمون شركاء في جرائم كثيره تعد بالالاف على جميع الاقليم المصري، فيجب حساب فيجب في حاله الادانه حساب اجمالي العقوبه التي ستوقع على كل منهم، واجمالي العقوبه سيكون متوسط اجمالي العقوبات. فاذا كان لم يكن امام المحكمه اي من الفاعلين الاصليين، فكيف ستتسنى لهذه المحكمه ان تحسب اجمالي العقوبه على كل منهم في حاله الادانه؟ عايز اعرف نبذه عن النفسيه بتاع، هل انت رايت المتهمون في القفص حسني مبارك المخلوع واولاده وحبيب العدلي وبقيه الفرقه؟ يعني والله المخلوع بيجي دايما لابس شيك ولبس الحبس الاحتياطي، لم يرى جسده او لم يلمس جسده حتى هذا اليوم، بيلبس ازرق وحاجات كده وترينج يعني سوت. تقصد ملكي يعني حاجات مش راجل، ما الراجل ده راح نزهه يعني، ما هياش دي حاجه. النقطه الثانيه يبدو يعني باستمرار الا ما نظر من لحظات على بعض وليس كل المتهمون ثقه في براءته، يعني انا طبعا لا ازعم ان انا اقرا ما بضميرهم، ولكن انا اقرا ما على وجوههم وسلوك وحركه اجسادهم وعلاء وجمال. تقصد كل الناس اللي قاعدين في القفص هو الوحيد اللي شويه يعني متوتر، ويبدو ان طبعا هناك اتجاه للتضحيه به، ولكنه لن يضحى به، لان حتى الشاهد الشهود الذين الى حد ما يوحون لي كمحامي يعني متمرس في هذه القضيه بانهم يريدون ان يغرسوا احمد رمزي المتهم في هذه القضيه في كبش فدا، ولكن في النهايه بيستدركوا مثلا الشاهد الثاني في جلسه اول امس قال ان الاقوال، لا الاول قال ايه، ان الاقوال الذي سمعها
التي تنبئ عن أن اللواء أحمد رمزي هو الذي أمر وحده بتزويد القوات التي تم تزويد بها لزغلي لوزارة الداخلية يوم 27 من على قرار الاجتماع يوم 27 بتزويدها بالأسلحة النارية والطلقات النارية منفردا. رجع تاني وقال إيه ده، أنا الأقوال دي يعني سمعتها ليس في صورة بلاغات عن طريق لاسلكي، ولكن في أحاديث تعبر عن ايه، عن استقراء الضباط للاحداث، فبالتالي اصبحت دردشه قهوه ما ينفعش تتاخد كدليل. طيب انا هترك حضرتك اليوم وعشان تحضر لغدا، لا انا تحت امرك، لنا لقاء من غدا ان شاء الله باذن الله بعد انتهاء القضيه باذن الله امام المحكمه ان شاء الله باذن الله. تحت امرك، تشرفت، تحت امرك، انا بيك.